اقترب الثنائي محمد الشامي وأحمد مدبولي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من الرحيل عن صفوف قلعة الدراويش بنهاية الموسم الجاري، وعُلم أن أحمد مدبولي ومحمد الشامي يرفضان تجديد عقديهما مع الإسماعيلي لرغبتهما في خوض تجربة جديدة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي. وينتهي عقد أحمد مدبولي ومحمد الشامي مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للسناء التوقيع لأي نادي خلال الانتقالات الشتوية الجارية دون العودة للإدارة. وشهدت الأيام الماضية دخول مسؤول الإسماعيلي في مفاوضات مع محمد الشامي وأحمد مدبولي من أجل الوصول لإتفاق معهما للاستمرار مع الفريق، وخاصة أنهما من العناصر الأساسية. التي يعتمد عليها جاريدو المدير الفني للدرويش واشترط الثنائي الحصول على مستحقاتهم المتأخرة لدى النادي قبل الدخول في أي مفاوضات مع إدارة النادي لتجديد تعاقدهما مع الفريق.